قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذنب، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كيف يعني هنا أن ينكح الرجل زوجة أبيه؟ تزوج أبوه امرأة ويطلقها، وهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بها؟ لا، لأن الله جل وعلا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، أي هذا الفعل، ومقتا وساء سبيلا. فإذا تزوج الأب، بل بمجرد العقد، إذا عقد أبوك على امرأة فإنه يحرم عليك أن تتزوج بها بمجرد العقد. وهكذا إذا عقد الولد على امرأة فيحرم على أبيه أن يتزوج بها. فالإمام ابن القيم يعني قال: وهذا زواج لكنه قبيح مذموم ممقوت، استقر فحشه في النفوس. قال: وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك.